الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في مدارسة هذا الكتاب، وهو كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى، قال: طوبى لمن أنصف ربه، طوبى لمن أنصف ربه، أي كان عادلا في النظر إلى حاله مع ربه سبحانه وتعالى، وفي معاملة الله سبحانه وتعالى له، في النظر إلى حسن معاملة الله سبحانه وتعالى له. قال: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، أي يقر العبد لربه أنه، أي أن هذا العبد جاهل في علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علما. وقال تعالى مخاطبا نبيا: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخره. والآفات في عمله، أي أن العبد عمله الصالح فيه آفات، وسيذكر طرفا من هذه الآفات إن شاء الله تعالى. يعني حتى الأعمال الصالحة اللي بتعملها فيها آفات مرات، الآفات دي بتزيل الأعمال الصالحة، زي العجب والرياء إلى آخره، كما سيذكر إن شاء الله تعالى. والعيوب في نفسه، الإنسان فيه عيوب، والتفريط في حقه، أي أنه مفرط في حق الله سبحانه وتعالى، والظلم في معاملته، فهو ظالم، الإنسان ظالم. يعني أنت الأشياء دي لما تنظر لها وتنظر إلى نعم الله عليك ستنكسر بين يدي ربك سبحانه وتعالى، إنك فيك جهل، أي واحد فينا فيه جهل، وعمل فيه آفات، لأن العمل يا إما الآفات بتلحق أثناء العمل، لا العمل الصالح عشان الله يقبله سبحانه وتعالى، لابد الزول يكون مخلص، يكون متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. من الأشياء اللي بتقدح في الإخلاص الرياء، بل بتنقض الإخلاص في العمل المعين. ومن الأشياء اللي بتقدح في الشرط الثاني اللي هو الاتباع، البدعة. أنت قد تكون مخلص لله لكن عبدت الله ببدعة من البدع، قد تكون ما عبدت ببدعة، بسنة، لكن ما مخلص لله سبحانه وتعالى، ده أثناء العمل. بعد العمل يجيك عجب يفسد عليك هذا العمل، تعجب بالعمل الصالح، مش فرح، الفرح ده ما كويس، ما مشكلة، لكن يجيك عجب، عجب. وهذا السبب مع الكلمات التي أخرجها الرجل في حديث أبي هريرة، التي كانت سببا لهلاك هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك. كان يمر به وهو يقع في المعصية فيذكره فيبكي، المهم يذكره لما ذاك شنو اتعظ، يوم مر به ولقاه في معصية فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، أو كما قال. فالرجل ده كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى،
عنده آفة في قلبه هي العجب، فإنت قد تعمل العمل الصالح يكون نظيف أخلصت فيه واتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذاك يجيك عجب فيفسد عليك هذا العمل، ولا تمشي تقع في ظلم، في ظلم، والظلم يأخذ منك هذا العمل، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة كذا. خلي باقي الحديث، صلاة دي مش عمل صالح، لكن الزول ده جاب آفة بعدها. من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، حج وصدقة وعمل صالح ما صالح، وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا ووقع في عرض هذا وإلى آخره، ظلم، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنت ممكن تشوف العمل الصالح ده بيمر بأشياء لا بد تكون توافق فيه والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رد، في البخاري ومسلم، والرواية الثانية دي في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فإنت لو أحدثت، إنت اللي جبت البدعة، أو إنت اللي عملت البدعة وإن لم تكن أنت أول من أحدثها، في الرواية الأخرى، المهم إنت عبدت الله ببدعة، العمل ده ما بيمشي قدام، مردود، رد مردود عليه على صاحبه، مركت من دي العمل تمام صواب وعلى السنة. الإخلاص كيف؟ زول عمل العمل نظيف على السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، الظاهر تمام، لكن الباطن: إنما الأعمال شنو؟ بالنيات. البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رواية للبخاري: إنما الأعمال بالنية، بالنية. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ألا ست جبت تمام على السنة العمل وأخلصت فيه لله تعالى، بعد العمل مشى خلاص، صليت بالليل تقوم بالنهار تعجب، كان فرحت ما مشكلة، فرحت كويس، تفرح بالحسنة تمام، وتحزن للسيئة كويس جدا، لكن تعجب، تعاين للناس كذي انه انتحد وانت فوق، وانا العمل ده اصله بعد ضمنت الجنة دي بخشها، يا زول هم ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بعد ده قال لك: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انت لا مسلسل خليته، لا سجاير خليته، لا صعود، لا مشاكل ثقيله جدا انت واقع فيها، وخلدي في طوام ثانيه، بعد تعمل لك عمل بس تعجب خلاص، تنفخ اصل الجنه دي حقتنا، انت حقتك كيف؟ انت اسال الله سبحانه وتعالى وانكسر لله. فالزول عنده آفات في عمله، وفي عيوب في نفسه، الانسان ده عنده عيوب، واحد تلقى نوام بس جنه نوم، بس متاعه في الدنيا دي نوم، واحد تاني تلقاه برضو عنده أشياء تاني، هم المال، واحد هم الأكل والشرب إلى آخره. فالناس عنده، إنسان عنده آفات وعنده عيوب، عنده عيوب، ما هو الكامل، أمرق الأنبياء بعد ذاك، نحن النقص فينا. عشان كذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى، المجلد الثالث صفحة
348 ذكر الآية وذكر منها فوائد، وهي قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والآية دي رد على مجموعة من الناس، واحد تلقي يطعن في دعاة التوحيد، لقدر بيقعوا في أخطاء وإلى آخره، هم بيتراجعوا برضو يقول لك في أخطاء. شفت الآية دي؟ أرجع الصفحة دي عليك الله في الفتاوى لابن تيمية الجزء الثالث صفحة 348، قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. علق على بداية الآية، قال الإنسان فيه الجهل وفيه الظلم، إذا اتبع الظن صار جاهلا، وإذا اتبع الهوى من غير علم صار ظالما. لذلك ذكر الله الصفتين فقال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اتبع الظن بيكون جاهل، ما اتبع اليقين، العلم ده ما فيه يقين، واتبع الهوى من غير علم بيبقى شنو؟ ظالم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى شنو؟ فيضلك عن سبيل الله. الزول إذا اتبع الهوى، وداود حاشاه عليه السلام، لكن بيّن الله تعالى في هذه الآيات أنه أمر داود عليه السلام باتباع الهدى ونهاه عن اتباع الهوى. ولله الحمد من فضل الله على داود أنه لم يكن يتبع الهوى عليه السلام. فإنت لو اتبعت الظن تبقى جاهل، ما عندك علم، ظن زايد، واتبعت الهوى بتقع في الظلم. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم شنو؟ الهدى. فإما هدى علم، وإما هوى وظن. دي نقطة. مشى قدامي ابن تيمية رحمه الله، قال: ولا يزال المؤمن دائما يرجع إلى الحق الذي خفي عليه. ولا يزال المؤمن دائما يرجع إلى الحق الذي خفي عليه. لذلك قال الله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إلى آخره. بعد ذاك مشى قدام في نفس الصفحة، أنا داير ونقرأ الصفحة دي ذاته، قال: أهل الحق وأهل السنة يناظرون أهل الباطل أحيانا فتخفى عليهم أمور، بعض الأمور، قال: ويردون على أهل الباطل في بدع كبيرة، قال: ولا يذمون بهذا. ما بذمون بشدة. أرجع لها الصفحة 348 المجلد الثالث من الفتاوى، جمع عبد القاسم، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه. طيب، الجرانة للكلام ده شنو؟ إنه الإنسان فيه عيوب أحيانا، لكن الزول البزعة يسد العيوب ده فيه خير. لكن أنت تستحضر العيوب دي لما تجي شنو؟ تعمل، يعني تنظر في معاملة الله، إذا صحت هذه العبارة، في معاملة الله لك وفي معاملتك أنت لربك. أنت فيك الجهل، والله عليم عالم سبحانه وتعالى، وأنت فيك العيب،
والله تعالى منزه عن النقائص، ونعمه عليك نازلة مع النقص الذي فيك، مع غناه عنك ومع فقرك له سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، قال والتفريط في حقه، الناس بتفرط في حق الله سبحانه وتعالى مرات في جانب الأوامر والنواهي، وده أحيانا ده ما يخرج الإنسان عن الملة. زول أخر الصلاة وقع في ذنب كبير، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شنو ساهون. هو زل بيصلي وباخره الله قال ويل، فما بالك الما بصلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإنت أحيانا بتفرط في شيء من الحق، ده ما يخرجك من الملة، لكن إنت عليه خطر، واجب عليك تتوب. وفي حق، الحق الأعظم هذا الإخلال فيه يخرج عن الملة، والناس يفهمون ولله الحمد. من أراد أن يفهم هذا الكلام بالفهم الصحيح فهمه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله التوحيد. زول عنده خلل في التوحيد، في الشدائد بنادي غير الله، ده ما مرق، ده مرق. الله قال كذا في القرآن قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد، الردة دي الله ذكرها في القرآن، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني ممكن تكون مؤمن بعد شوية ترتد إذا ما عملت حسابك، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إلى آخر شنو الآيات. طيب، فإنت ما تفرط في حق الله سبحانه وتعالى. والظلم في معاملتي، أنت ظالم، الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين وهو عدل سبحانه وتعالى، وفوق العدل يمن بالفضل سبحانه وتعالى، لكن العبد ظالم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم شنو يظلمون بالمعاصي وبغيرها. طيب، فإن آخذه بذنوبه، شوف الزول لما تكون نظرته صحيحة ويكون عبد صحيح لله سبحانه وتعالى منكسر لربي، ينسب الفضل إلى الله وينسب النقص إلى نفسه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا شنو إلا نفسه. طيب، قال فإن آخذه، أي ربه، إن آخذ العبد، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. كان الله أخذك بالذنب، ظلمك، ما ظلمك، فترى عدل الله سبحانه وتعالى. ما أنت وقعت في ذنب، أخذك بالذنب ده، فلا تبعد شنو، الله ما ظلمك سبحانه وتعالى. وإن لم يؤاخذه، أنت غلطت، أنت عبد وبعد ده غلطت وما آخذك، يبقى ده فضل منه سبحانه وتعالى. طيب، وإن عمل حسنة رآها من منته، كان عملت لك حسنة دي من منة الله تعالى، أنه وفقك للحسنة دي، وفقك إنك تعملها. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصدقته عليه، رب العزة والجلال تصدق عليك بأن عملت هذه الحسنة، هذا من فضله سبحانه وتعالى. فإن قبلها فمنه،
فإن قبلها عفوا فمنة وصدقة ثانية. أقبل وفقك تعمل الحسنة، كمان إن قبل منك تكون دي منة وصدقة ثانية من الله سبحانه وتعالى العبد. أوفقك تقرأ قرآن، في ناس قاعدين يسمعوا غنى، اللي بيسمع غنى ده مخزول، وإنت الله وفقك قريت قرآن، كونه تقرأ قرآن دي حسنات من الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن تقرأ قرآن والله ما يقبل، صح ولا ما صح؟ ممكن ما يقبل، تكون عندك خلل رياء غير وإلى آخره. فكون الله يوفقك تعمل حسنة دي مخلص لله وتتبع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، دي من الله توفيق. وكونه بعد وفقك تعملها يقبلها منك، دي ذاته تاني شنو؟ نعمة تانية، منة تانية وفضل وصدقة من الله على عبده. وإن ردها، كمان كان الحسنة دي ردها ما قبلها، فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. زولت عليك الله عنده ملابس 5 جلاليب 3 جداد سمحات يكوي فين كل يوم، واثنين مشرطات، خلى السمحات وقام يتصدق بشنو؟ بواحد من المشرطات. يتصدق دي مش حسنة؟ طيب كون الله وفقك صدقت دي حسنة، وإن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه، ما تختار الردي، والخبيث هنا من نجس يعني الردي، فكونه أنت تتصدق وفقك. طيب لو قال لك أنا ما بقبله، أنت ما تزعل لأنك أنت شغلتك دي شنو؟ مشرطة، أنت ما شغلتك دي ذاتها ما نجيضة. فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به سبحانه وتعالى، لا يصلح أن يواجه به، وقيس على ذلك. طيب وإن عمل سيئة، هذا جانب الحسنات، عرفت فيه فضل الله عليك إن وفقك لأن تكون من أهل هذا الباب، باب الحسنات. وإن عمل سيئة أي العبد رآها من تخليه عنه، أي خلاك الله سبحانه وتعالى، ما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، دول ماشي في غابة ظلمة شديد، وده مثل للمنافقين، ولع نار شاف الشيل قدامه وسامع دي أسود بيجاي ودي نمور، سامع لها أصوات، خايف قام ولع نار ومهموم، هو كان بالليل خايف قام ولع، لقى له حطبات ولع نار، بعد شوية النار ما فيها ضوء، بعد شوية الضوء انطفى وفضلت النار مولعة من غير ضوء. اسمع الكلام كويس، ترجع تفسير ابن كثير وتفسير السعدي، ركز فيه كويس. النار ما انطفت قاعدة، لكن الضوء بتاعها شنو؟ ذهب انتهى. عشان كده رب العزة والجلال قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، ما قال بنارهم، قال بنورهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. زمان خايف وما في نار، ما في سخانة، أصلي بقى خايف ومظلم وفي شنو؟ في نار ذاته قدامه، شغلة دي كلها لخبط. وده حال المنافق، الجزاء من جنس العمل في الدنيا، خايف من الأشياء وكذا، وقتلوه في الحرب، قام عمل فيها مسلم وزاوج المسلمين وأكل معهم في الغنائم وعمل وعمل وعمل، فخدعهم في الدنيا فجوزي بمثل هذا في الآخرة. ذهب الله بنورهم وتركهم، إذا تركك رب العزة والجلال فأنت في ظلمة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. عشان كده رب العزة والجلال قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أنت ضعيف والشيطان ضعيف، لكنه بغلبك كان، لكن كان استعنت بالله لتقوى عليه. فإذا تركك الله سبحانه وتعالى صرت مخلا بينك وبين نفسك،
وصرت مخذولا فوقعت في الشر إذا تركك الله سبحانه وتعالى. شكذي رب العزة والجلال قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى شنو؟ إلى صراط مستقيم. تستعين بالله وتلجأ إلى الله في جانب الشهوات. يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا ممكن يأخذ أسباب تانية، لكن لجأ إلى السبب الأعظم، بل إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان فهم كثير من الناس يقول لك والله الشهوة هاي، وإن كان ده سبب يقول لك يا أخي نتدرب وبشم وندعب والزول يعرق خلاص الموضوع ده بنتهي. شهوة زول وده سبب كويس جدا، لكن لجأ إلى الله تعالى. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، والله ما تعالج المشاكل إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ما في أصلا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. سميع يسمع الدعاء، وعليم بمن يريد الفتنة ممن ابتلي بها وهو لا يريدها. الله عليم بحالك انت، أسأله ألجأ له سبحانه وتعالى. قال وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، أمسك عصمته عنك فوقعت في المعصية، وذلك من عدله فيه. من عدله فيه، ده من العدل ما من الظلم. ما ويت قال لك ما تقع في المعصية، كان عانك ده من فضلي، كان ما أعانك أمرك قال لك ما تقع، انت مشيت وقعت ما ظلمك لكن ما أعانك، فأنت محتاج إلى عوني. فإن لم يعينك صرت مخذولا، لكن لم يظلمك الله سبحانه وتعالى. هالزول قال لي زول يا أخي تعال شاركني في الحيطة دي، دار ابني حيطي، انت جيت بنيت معه جزاك الله خير، انت لو قلت لي يا أخي ابني حرامية شغالين قال لك تعال ساعدني قلت لي ما بساعدك، انت ظلمته؟ انت ما ظلمته، الله قال لك ما تقع في المعصية، كان وفقك الحمد لله، كان ما وفقك ما ظلمك. ده ما صاحبك ده قلت له تعال شاركني لله المثل على ما شاركك، بتقول لي انت ظلمتني ولا ظلمتني حيطدي بسببك انت وهو الى اخره، ما بتقول لك ما انت قال لك ده في النهايه انت تجتهد وتسال الله سبحانه وتعالى. فيرى في ذلك فقره الى ربه، انسان يا دوب بيعرف انه مفتقر الى الله سبحانه وتعالى، وظلمه في نفسه، يعني يرى ظلمه في نفسه، يعني وقع في المعصية. فإن غفرها له رب العزة والجلال، غفر لك فبمحض إحسانه وجوده وكرمه، فبمحض إحسانه، إحسانه الكامل، محض الشيء يعني كمال الشيء، فبمحض إحسانه وجوده وكرمه كان غفر لك. شكذا حتى لو وقعت في المعصية ما تيأس، لكن يلجأ إلى الله. لكن ما تلجأ لي الله وإنت فيك كبر، تلجأ له فيك انكسار. عشان كذا في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده احفظه ولعلكم الحمد لله الناس حافظه، قال سيد الاستغفار أن يقول، أي العبد، اللهم أنت ربي، تقول بالصباح وبالمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
من قالها بالنهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها بالمساء بالليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. شوف الباب ده، ذكر بس تقوله بعد الصبح وبعد العصر ولا بعد المغرب الجنة، تموت بالظهر انت من أهل الجنة، تموت وقت الفطور أهل الجنة، تقوله بالمغرب ولا بالعصر تموت بالعشاء انت من أهل الجنة. أسي الناس دي عليك الله المبخش الجنة ديل فيهم خير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. مسألة توفيق. في حديث آخر في صحيح البخاري وهذا الذي له علاقة بهذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا أو أذنب عبد ذنبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا، حديث في البخاري، فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا. يلا اسمع الشاهد من الحديث، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. الشاهد ويأخذ بالذنب، يعني انت لما تقول اللهم اغفر لي انت تكون على يقين انه الله قادر يغفر لك وقادر ياخذك بالذنب، وتستحضر المساء يا الله انت قادر تعذبني وممكن تعذبني لكن اغفر لي. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني، ثم عاد فأذنب، مكث ما شاء الله أن يمكث ثم عاد فأذنب، فقال اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني، ثم عاد فأذنب، مكث ما شاء الله أن يمكث ثم عاد فأذنب، فقال اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني، غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني ما دام أنه يستغفر الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يفهم أنه يدعوه إلى المعصية، وإنما يدعوه للاستغفار إذا وقع في الذنب. فإنت ما تقول خلاص أنا أصل الله بيغفر لي بيغفر لي، إنت تقول يمكن عذبني ويمكن يغفر لي، بعد ذاك شنو؟ تسأل الله يغفر لك سبحانه وتعالى وتنكسر لربك. يا أخ واحد أنا ذكرته قبل كده، ده في جامع العلوم والحكم لابن رجب لما شرح الحديث 42 من الحديث، من حديث الأربعين النووي، آخر حديث في الأربعين النووي، وتعال بعد ذاك تم 50، فلما شرح الحديث الأخير حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلى آخره، في الترمذي قال قال أحد السلف، ذكر له واحد من السلف قال حسبت ذنوبي منذ أن بلغت إلى يومي هذا، كبر وبدأ يكبر، قال حسب الذنوب، ذنب يوم كذا يوم كذا، قال فوجدتها 34 ذنبا، سنين بس لقى كم 30 ذنب، قال قال فاستغفرت لكل ذنب 1000 استغفار، وصليت لكل ذنب 1000 ركعة، حسب سنين لقى كم 30. ها 6 ساعة مش انت، نحن كلنا العربي دي باقي لك 33 ما بتمرق منها وماشي، اذا ما غضيت بصرك 33 لقى الزول 33 ذنب. توفيق بيد الله سبحانه وتعالى، الانسان يتوب وما يستهين بالذنوب، الذنوب دي مهلكه تغضب الله سبحانه وتعالى، ما يستهين ولا بذنب ولا بصغير من الصغائر، بصغيرة من الصغائر ما يستهين، إنما يعظم الله سبحانه وتعالى. طيب قال ونكتة المسألة وسرها، النكتة عند العلماء ما بيقصدوا بها النكتة بتاعتنا الضحك، وإنما فائدة مأخوذة،
قال: ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، وهذا الحاصل، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه عليه، وكل ما يسوءه يعني ويرى كل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه، أي خير من الله سبحانه وتعالى وأي شر منك أنت، والشر ليس إليك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت تلجأ إلى الله وتنكسر لله سبحانه وتعالى. جماعة الناس لو أصحاب زول غلط في صاحبه 5 مرات بيزعل منه، ممكن يخليه، ولك الزول ده الأولى فوت تالي، تاني غلط فوت تالي، تاني غلط فوت تاني غلط تاني غلط، الزول ده والله ما منفع معي، عديل كذي يقول لك كذي، وصاحبه ما خلق فيه عظم. طيب ده ربك الخلقك تغلط 20 مرة و30 و1000 و2000 وبعد ذلك تتنفخ تقول والله أنا ما كان يجيني نزلة، اللي ابتلى ده ما كان يجيني، يجيك نزلة وطلعة وحاجات كثيرة يجيك، أنت ما غلطتها، فأنت تبتلى وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وموج المزعلة دي ما مزعلة الصحبة، خالق لمخلوق، والخالق محسن، بلدة طيبة ورب غفور، والعبد مسيء. شوف الشغلة دي كيف، مو مسيء، والرب السيد غني والعبد فقير، وكل خير عند السيد وكل شر أو غالب الشر عند العبد، وربه يرفعه من هذا الشر. مش مفروض يشكر الله سبحانه وتعالى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكل حتى الناس لما يدخلوا الجنة كما في صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ ما بقولوا دارين شيء، ما خلاص النعم اكتملت عندهم في نظر، يقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخل، بيقوا يعددوا في النعم، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، يعني خلاص نحن الحمد لله بعدها. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، محل دارين في هذه الجنة. ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا منتهى النعيم واللذة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا من أهل هذا الفضل. قال: المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكانها، سقيا لسكانها أو سقيا لسكانها، يعني مضبوطة هنا، سقيا لسكانها. وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب، أي بعد أن مات ودخل قبره، ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. طيب الزول الآن إذا بحب فلانا من الناس، حتى لو فارق فلان ده مات، لما نيجي ماشي بعين بيته بيتذكره، صح ولا ما صح؟ وإن بيته زايد فتح والناس الدوحة كذي عزموه، بيتذكر شنو؟ المحبوب.
ذكر المحبوب. والعبد إذا دخل قبره وكان من أهل الإيمان ورأى إكرام الله له، فإنه لو خير بين أن يبقى في قبره أو يرجع إلى الدنيا لاختار البقاء في شنو؟ في القبر، ويتذكر أنه فعل بعض الطاعات في الدنيا وأن الله أنعم عليه في الدنيا. الزول ذاته يتذكر أنه الله أنعم عليه سبحانه وتعالى، أنعم عليه في الدنيا وكان يستجيب دعاءه جل وعلا. فأنت في الدنيا كأنك في قبر، يعني روحك دي كأنها في قبر. فإذا عملت بالطاعة استشعرت نعم الله عليك دي في الدنيا، وإذا دخلت قبرك ورأيت إكرام الله لك وأن آخرة التقي خير من دنيا، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة النساء: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون شنو فتيلا. أصلا الزول روح من السماء وجسد من الأرض، جسد دما من التراب من الطين من الأرض، روح في السماء. قدر ما يعمل بالطاعة والأحكام التي جاءت من السماء ارتفع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلما ازداد في العلم وازداد في الطاعة ارتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم شنو درجات. فإذا اتبع هواه ولذات الجسد هبط إلى الأرض. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع شنو هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه شنو يلهث. أشكي الزول الشبعان يصلي بالليل شبعان شديد ما بيخشع في الغالب، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من شنو من بطن. الزول لما يكون جايع وصلي ما الجوع الشديد بيكون شنو مهيأ للصلاة وللعبادة. فإذا فعل هذا لله وافق العبادة لله كأن يفعل ذلك بالنهار كالصيام، فإنه يغلق على الشيطان بابه. الشيطان بيربطه في شهر شنو رمضان، صح ولا ما صح؟ والشيطان يجري من ابن آدم مجرى شنو الدم، والزول لما يصوم بضايق الشيطان. فكلما التفت إلى لذات جسده أهمل روحه، وكلما التفت إلى لذات الروح من الطاعة والعبادة وإلى آخره لم يلتفت كثيرا إلى الجسد. لكن إنسان يوفق بينهما، يوفق، مش تمشي الجوع مرة واحدة تاني شنو تقنع، تجوع يوم يومين ثلاثة تاني تشوف أصحابك في المطعم والبخور قايم تاع الشط والهناء الأكل، دي شغلة ما جايب طوالي. لا لا ما كذب، وإنما شنو توفق، توفق بينهم. بينها زي أي أكل إلا يشبع، بس خدت الأكل إلا يشبع بعد يزعل يقول والله البلد دي نحن جعانين. أمس عملت نصيحة في مسجد لما جيت في المسائل الخروج وما الخروج، والله ما رقوا نفرين، واحد من أغنى التجار في أم درمان، زول الله يديني عم بدل يشكر الله متضايق لك وغلت وما غل، وكان غلت 70 مرة ده بيكون مرتاح وعنده قروش. زول اندار يجيب حاوية بتاع تبر يجيبها وتلقاه متضايق ما قادر يقعد كأنه في قد دبر ذاته ذاته. يا ناس إلى الله المشتكى وقليل من عبادي شنو الشكور. واحد تلقاه إيمانه قوي مبتلى بالفقر وإلى أكين إيمانه قوي
راض عن ربه سبحانه وتعالى. عشان كذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث ده أورد ابن كثير في تفسيره لسورة النحل عند قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحديث أصلا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آتاه. هس السوق ده في ناس يخشوا عشان بس دارين يأكلوا، بس ما عنده هم تاني، دار يأكل ويشرب كويس ده ويأكل أولاده كويس. في واحد بيخش السوق ما عشان أكل وشراب، يقول لك دي مرحلة أخدمة معروفة، يقول لي ده بيكون دار ينمي ماله، دار يزيد، يقول لك المستقبل يا قدام، المستقبل القيامة قربت، مستقبل ماشي. في واحد ثالث ما بخش لا عشان أكل ولا شرب ولا عشان قروش مستقبل، يقول لك والله شفته السوق ده فلان ده دار يعمل فيه أغنى زول إلا والري والغنيان منه، بيخش عشان تنافس بس. في ناس كذي خاش عشان تنافس، عشان كذي لما نسمع إنه فلان ربح تلقاه يتضايق، وفلان خسر يفرح، وأشياء كثيرة. ووصلت مرحلة زي دي تاني ما بتقيف إلا الله يتغمدك برحمته، إلا الموت. هزول الماشي عشان يأكل ويشرب ويربي أولاده، وده فيه خير، وده إذا احتسب يدخل في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. يبتلك أكل بس من السوق، أكلت مرتك وأولادك تؤجر على ذلك. الزول الممرق السوق شاعر ربي أولاده ويأكلون حلال ويحتسب الأجر، ده عنده أجر في شغله ده ما دام شغله حلال. لكن اللي بيكون همه الزيادة والتفاخر ده لما يموت بيكون تعبان بس كده، لاهس بس ورا الدنيا. لكن لو كان لابن آدم واد من ذهب لا حب أن يكون له واديان، وادي بتاع ذهب، وادي عديل مشكيل ولا اثنين، وادي بعد ده يقول والله كان بيقن اثنين يكون أفضل. قال: ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الناس ما بيقتنعوا إلا بعد يخش القبر ده وخلاص يشوف الشغلة دي، الدنيا دي انتهت، والغطاء بتاع الغفلة يزول وغطاء الدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم شنو؟ حديد حاد، ترى كل شيء على حقيقته. بعد ذاك الدنيا بتزيح منا، فنسأل الله العافية. طيب، قال: الغيرة فائدة. فائدة، فيبقى الفائدة السابقة دي تأخذ منا إنه إنسان يتذكر نعم الله عليه وإحسانه إليه، ويتذكر تقصيره أي تقصير العبد مع ربه سبحانه وتعالى في طاعة ربه. إذا عشت على يدي تكون منكسر لله وخاشع ومتواضع بينك وبين الخلق، وتكون مستحي من ربك سبحانه وتعالى ومتذللا له خاضعا بين يديه سبحانه وتعالى، فيرفعك الله ويتجاوز عنك. فائدة ثانية، قال: الغيرة غيرتان. الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. فالغيرة على المحبوب النوع الأول من الغيرة، الغيرة على الشيء. فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، حرصك عليه. والغيرة من المكروه أي من الشيء، ذا النوع الثاني، أي يزاحمك عليه، على هذا المحبوب. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم. الآن المرأة تلقاها بتحب الزوج
لما يتزوج امرأة تانية شنو؟ بيتغار، صح ولا ما صح؟ بيتغير، بيتغير نوعين من الغيرة، غيرة على المحبوب إنها حريصة عليه، وغيرة من الشيء الذي زاحمها في المحبوب. لو غيرة من شنو؟ هاي من الضرة دي. يعني بتلقاه حريصة على الزوج، ده نوع، وتلقاه برضو شنو؟ بتكره ده الشيء الثاني، ده الزاحمة ده اللي هي المرة الثانية. انت كان وبتكون حريصة على الزوج وتكون ضدي، عشان كده يسموها ضرة لك، دي ضرة، ولك خربت بيتي، إلا خربت بيته ولا إيش، ومشاكل، نسأل الله العافية، الناس تتزوج. طيب قال: وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق. في نوع من الغيرة تحمد، يحمد، والنوع ده شنو؟ إذا كان المحبوب تقبح المشاركة في محبته، لكن في محبوب ده المخلوق، لكن في محبوب لا تقبح المشاركة في محبته، وهو الخالق سبحانه وتعالى. انت هذه مش بتحب الله، الأنبياء مش بيحبوا الله، انت بتتضايق من المسألة دي؟ ما بتتضايق، فدي ما بتقبح الله تحبه وتفرح انه الناس تحب الله، لكن انت بتحرص بعد شنو؟ تنافس، تتقدم، تنافس عامة الناس، تنافس تمشي تتقدم فوق، لكن ما بتتضايق انه شنو؟ فلان بحب الله، بل بتفرح. لكن المخلوق بتكره، بتتضايق مرات، ولك والله يا أخي أنا زوجتي دي تمام معاه، أخوه زوجتك ذاته أخوه، لو قرب منها شديد مرات تتضايق، أخوه شقيقة، ركز ولا كل يومين ناطلين، هذا بجينا من وين ذاته، وكل يوم وكذي. واحد تعرف يتزوج حكى لي وبراه، قال لي اي حاجه سمحه اجيبها للمره، تقول لي ابوي جاب لي زي دي، ابوي جاب لي. قال لي يوم اجت فيها قلت لازم انت ابوك ده ما خلينا حاجه نجيبها، اي شيء ابوك جاب ده ما غار من جاته غيره. فانت في الغيره في المخلوق بتختلف، تختلف. طيب: واما من تحسن المشاركه في حبه كالرسول والعالم، بل الحبيب القريب سبحانه. رسول برضو الناس إذا حبوه أنت ما بتتضايق، لكن دي محبة مخلوق لمخلوق في حدود معينة. طيب: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم تحبه أكثر من محبتك لنفسك ولوالدك ولولدك وللناس شنو؟ أجمعين. طيب، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. العالم برضو الناس بيحبوه، ما تحسد، زول يتعلم وبقى عالم وكذي، الناس بيحبوه ما تحسد زول، ما تتضايق. قال: بل الحبيب القريب سبحانه، أي رب العزة والجلال، من باب أولى. إذا أحبه الناس فأنت لا تتضايق ولا تغار من هذا الأمر، ولكنك تجتهد في طاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اجتهد في أنك تكون من أهل الجنة وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طلب العلم يرفعك، العبادة ترفعك، فاسجد واقترب، وهكذا تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. بل أنت بتدعو الناس، تدعو الناس يحبوا الله سبحانه وتعالى، تقف قدام الناس وتثني على الله بصفات الكمال وبالمحامد، وتحذر الناس من الشرك إلى آخره. طيب عزين الله بعد ركز شوية. قال: فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه. ما زول ما بيتصور إنه زول يغار من شخص يحب الله سبحانه وتعالى، ما يتصور هذا الكلام، بل هو حسد، كون زول طايع، أنت تتضايق إنه زول ده طايع، ده حسد، وده الحسد المذموم، ما الحسد المحمود ذاك بمعنى الغبطة. طيب: وده الزول فيه سوء،
البضايق كون الناس تطيع الله، ده زول فيه سوء، ده رجل سوء يفرح بالمعصية بانتشار المعصية ويتضايق إذا انتشرت الطاعة، ده مش صاحب شر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى آخره. لكن إنسان يفرح بانتشار الطاعة، شكل الرسول عليه الصلاة والسلام لما أزيل الستر فرح واستبشر وهو في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم، لما أزيل الستر ورأى الناس في المسجد قد امتلأ المسجد بهم فرح صلى الله عليه وسلم. تفرح باجتماع الناس على الخير، في ناس كذا يمشي بالنادي يلقى الناس في الضمنة والمومين دو شغال ضمنة واحدين واقفين جنب الكراسي يتفرجوا، يجي ماشي يقول لك الله كويس انشغلوا كويسين، يجي يلقى الشباب في المسجد يتضايق حسيدي يحلوها كيف يا جماعة، ده ماذا الرغية ده طوال تقول لا ارقد على يدك اليمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفزي تشتغل في طوال، نسأل الله العافية. طيب قال بل هو حسد، والغيرة المحمودة في حقه، في حقه أي الغيرة المحمودة في جانب العبد في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى، أن يغار المحب على محبته له. أسف بتفهم الكلام بس ركز فيه شوي. أن يغار المحب لويتا على محبته له أن يصرفها إلى غيره. تغار إنك شنو محبتك لله دي ما تصرف لشنو لغير الله سبحانه وتعالى، تكون الغيرة في الجانب ذا واحد. أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه، دي واضحة. ماذا أشرح؟ الغير زي الشيطان زي أعداء الدين زي أصحاب السوء إلى آخره، فيفسدون محبتك لله سبحانه وتعالى. طيب أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، ومحبوب منه الله سبحانه وتعالى، فيغار إن أعماله دي ما يكون فيها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. ودائما يا جماعة الرياء دائما بيكون للأصحاب في الغالب والناس اللي بتحبهم، شكي تعمل حسابك ما بزول برائي لأعداء وأصله أعداء وبيكرهون وبيكرهوه في الغالب، لكن أصحابك ديل اللي بتحبهم وبيحبوك وبشكروك وبيثنوا عليك ديل أعمل حسابك، مش تعمل حسابك منه ونهم طيبين تحبهم وتحترمهم، لكن تعمل حسابك إنه عملك ده ما يكون فيه نصيب لشنو ليه ديل. لك والله ما شاء الله الليلة الله الحلقة دي قوية وشنو كلامك قوي وكلام ديل، تعمل حسابك إياك تعمل عملا من الأعمال الصالحة وتقصد به التقرب إلى فلان أو فلان. ودي بتجينا إن شاء الله قدام الصحبة، بذكر خمسة أشياء بذكر من آفات الصحبة حتى الصحبة الصالحة، بذكر ثلاثة آفات وبذكر قبلية مسألتين، لكن من الآفات التصنع والتزين، كن قاعد في المجلس مع أصحاب السمت وإلى آخره وعامل فيها زول شنو تقي شديد، لا لا تخلص لله، تخلص لله وأشياء كذلك كذلك بتجينا في وقتها إن شاء الله. لكن نحن الآن قال أو يغار عليها أي على أعماله أن يشوبها أو على محبته أو على أعماله، لكن هنا المقصود والله أعلم الأعمال لأنه ذكرها قبل ذلك. قال أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه، ما يكره محبوبه يعني الشيء الذي يكرهه محبوبه الله سبحانه وتعالى من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها. الرياء معروف من الرؤية،
إذا رأيت أن فلانا ينظر إليك فتعمل عمل الخير لأنه يطلع عليك وينظر إليك، أو إعجاب في نفسك، أو محبة تحب، أو محبة لإشراف غيره عليه، يعني بتحب إنه فلان ده يشوفك الوقت اللي أنت بتعمل فيه والعمل الصالح اللي كنت فيه خفي، وأنت تصلي بالليل أثناء الصلاة تقوم شنو؟ تقول يا ريت لو فلان شافني ولا عرفني كان بصلي، وهو إلى آخره. طيب قال: أو غيبته عن شهود منته عليه فيها، برضو تغار من أن يغيب شهود منة الله عليك في هذه المحبة. يعني شنو؟ يعني تغار إنه ما يجي وقت ما تستشعر فيه إنك أحببت الله بتوفيق الله لك أن أحببته. أنت ما كونه تحب الله مش عبادة؟ أسس العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، كما قال الفوزان. المحبة دي لو ما الله وفقك تحبه بتحبه؟ كي قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. كونه أنت تحب الله مش ده توفيق من الله، نعمة ودي منة من الله تعالى؟ أنت تغار إنه شهود المنة دي يزول عنك، تازم بتحب الله، تستشعر إنه أنا ما حبيت الله إلا لأنه وفقنيه، يبقى دي منة منه. كونه أنت مستشعر المنة دي والنعمة دي، ده اسمه شهود المنة. كونه تغيب عنك معناه أنت في غفلة، دي أنت بتغار الوقت ده، تغار إنه ما تغيب عنك، تغار إنه ما تغيب عنك، بل تكون شنو؟ مستحضر ومستشعر لمحبة الله لك. فهذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له، المعوق القاطع له عن مرضات محبوبه. طيب دي غيرة العبد. وأما غيرة محبوبه عليه، غيرة الله على عباده، فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه. والحب أنواع، في محبة، ولأن نكتفي بذكر خمسة أنواع منها. في محبة، محبة عبادة لله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله، أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى. في محبة شركية، أن تحب غير الله، وهذه محبة عبادة، لأنه بتجيك المحب أنواع المحاب الطبيعية ثلاثة. في محبة عبادة زي الزول اللي بيحب الأصنام، زي الزول اللي بيحب البشر كمحبة الله سبحانه وتعالى، يتعلق بهم في الشدائد يناديون، وتروح منه الحاجة يمشلون، وأعملوا لي يسووا لي، ويتو أنا الرزق عندي ده بسببكم انتو، وكان ما انتو، والخير ده كله منكم انتو، وانتو وانتو وانتو، ويعلق صورهم في الأوضة ويتعلق بهم ويناديهم في الشدائد، دي محبة عبادة. كمحبة الأولياء والصالحين، المحبة التي تتجاوز الحد، وهي الغلو: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ودي الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم شنو؟ كحب الله. وتمشتمش في الآيات لحد ما تلقى وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب قال ابن عباس: المودة، كما يروى عنه يوم القيامة المودة دي بتتقطع، تبقى بيناتهم شنو؟ عداوة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم شنو؟ موبقا مهلكا. ديل اثنين من المحبة. في محاب طبيعية، ودي ثلاثة: المحبة لشخص على أنه مخلوق، مش محبة عبادة،
لكن محبة مع نوع تعظيم، لكن تعظيم بحدود، كمحبة الوالد ومحبة الشيخ ومحبة الأستاذ إلى آخره. بتحبه لكن بتكون شنو؟ في احترام، في تعظيم، نوع تعظيم وتأدب. النوع الثاني محبة الشفقة، محبة وفيها شفقة، كمحبة الضعفاء والمساكين والأبناء والأيتام إلى آخره. النوع الثالث اسمه محبة المخالطة، كمحبة الأصحاب والقرناء والذين تعاشرهم وتخالطهم من عامة الناس ممن هم في درجتك. والثلاثة ذي رب العزة والجلال ذكرهم في القرآن، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون مودة، والمودة درجة من المحبة، زي ما ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، ذكر أكثر من 9 أنواع للمحبة، فذكر منها شنو؟ المودة. الأصل المودة المحبة، لكن قال لك شنو؟ قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ذا النوع الأول من المحبة شنو؟ طبيعية، أو أبناءهم، ذا النوع الثاني، أو إخوانهم أو عشيرتهم، ذا النوع الثالث، فهي المحبة الطبيعية. فهنا المحبوب الله سبحانه وتعالى يغار أن يصرف المحب محبته لغيره، مش المقصود المحبة الطبيعية، لا، المقصود المحبة شنو؟ الثانية ذيك الشركية، لأن الأنبياء بحبوا أبناؤهم ولا ما بحبوا أبناؤهم؟ بحبوا أبناؤهم. رسول يحب إبراهيم ولده إبراهيم، فلذلك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن إبراهيم ابنه، لكن في النهاية شنو؟ دي محبة طبيعية، دي ما شركية، لكن المقصود هنا المحبة الشركية والتعلق إلى آخره. وحتى دي الطبيعية ما تشغلك عن الدين، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، 8 أنواع، في النهاية 8 ديل ما يكون أحب إلى العبد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله إلى آخره، كما في الآية. طيب، قال: وأما غيرة محبوبي عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه فتشرك بالله في مسألة المحبة. ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ما حرم عليه، كما في الحديث: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله أغير مني. وغيرة الله أن ينتهك العبد محارمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله يغار، وغيرة الله إذا وقع العبد في محارم الله سبحانه وتعالى. وفي ناس زي ديل الآن قاعدين في البيوت في بعض الشوارع وفي بعض الكذب، يشوفون شباب يشوفوا بيت ماشي بالطريق يقولوا إلا يرموه في المعصية، والواحد يدبر ليل نهار لما نقع في المعصية. وربك يغار، لكن رب العزة والجلال قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه شنو؟ موئلا، عندهم موعد، بس خليهم ذي. الواحد في الدنيا دي بيقع في الشر ويضحك ويتونس ويمشي يتونس لأصحابه، لكن ما بعدين بيصل، ما في قبر، في موت وفي قيامة وفي سؤال. انت قال الدنيا دي ماشية زي كذي، في سؤال بعدين وفي حساب وفي جنة وفي نار. والله الناس دي ما بخافوا يا ناس، الناس دي ما بتخاف. الزول بعد يموت حس الزول كان عنده أمر قبض ضارب ليش هيك ولا شو، قال له يا زول انت فتح فيك بلاغ، والزول فتح بلاغ شايل أمر القبض في أي وقت، العساكر يفتشوا له، ما بكون ملاوز، كان خش مطعم ساي هزم عجيب طلبين ويتلفت ملاوز، وده أمر قبض بشر زيه
انت عندك امر قبض ملائكه مش بشر وبجوك في اي محل دين. ترى هو العسكري ده في محلات بالزوق، ولا ركبت لك طياره جازفت مركت برا 10 سنة لما انشطب وشغله ولا مات الزول، لكن الملك ده هتمش وين وما بتشوفه الا يجي الموت، بس بيكون جنبك ما بتشوفه مرات، ولما خلاص جاء الموت بعد ده قدامك واجنحه وكذا ويقبضوه روحه يقبضوه. ادخل قبر، قبر قدر المحل اللي بيصلي فيه ده، بس الخضه ذاته بس قدره، لف جاري وزايغ بجاي القبر فيه محامي تقعد تلف فيه امر قبض، بعدين تخش القبر، قبر يا اخ سنين لا بتاكل فيه لا بتشرب لا وظلمة الا ان يتغمدك الله برحمته. سنين الناس ما بتفكر، شايف القبور ببرا والمطر تضربه مرات تقوم فيها نجيله ما عارف جوا في شنو. هو الشغله دي صعبه يا اخي. الرسول قال صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وهو ثابت كما قرر الألباني، قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وإن نطقت ما رأيت أي أنت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، يعني رموك في بير جوا في دواب وعقارب وانت مربط مش شي مخيف، القبر قال لك أفظع منه. دخلوك بيت مهجور مسكون والشبابيك بتضرب براه وناي، القبر قال لك أصعب من ده. حديث صحيح في سنن ابن ماجه. الناس تعمل مناسبة ماشى ساي بس إلا من رحم الله، يعني كثير من الناس مش انت لكن كثير من الناس ماشيين ساي يقول لك أزول. واحد مشوا ليلة عرض قال والله أنا بس بجيب عليكم بس العرض لكن بس أملوا لي بطني دي بس، قال عادي الكذب أملوا لي بطني دي بس، قال ما عارف البطن جوا دي بيبدو بها ذاته، دي قد يبدو بها الشغلة دي ذاته، زي ما ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر، دي مسألة خطيرة. طيب الزمن تم ولا شنو؟ قال بس نتم الفقرة دي نختم بها. قال: ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال: لأن الخلق عبيده وإماؤه، عبيد للرجال وإماؤه للنساء، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره، زي ما القبلة دي بتتوجه إلى الله وحده قلبك ده ما تتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. وده كلام بيحتاج لتفصيل، ونحن لعله فصلنا فيما سبق.